ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود. سلام المسيح، وبرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج ترنيمة وعود. وترنيمتنا لليوم اسمها حبه سباني. الترنيمة بتحكي عن العلاقة مع الله والحب العميق المتبادل، اللي لو فعلا صار متبادل من ناحيتي بصير أشعر بتغيير كبير في حياتي. من ناحية الله الحب واضح ومثبت، والصليب أكبر دليل على هيك، إنه الله غفر خطايا الجميع في صليب كلمته المتجسدة ابنه يسوع، له كل المجد. فهو غفر خطاياي وعلاقته معي أعطاني حب. الدور علي أنا إني أبادل هذا الحب بحب حتى أقدر أستمد من هالحب وأستفيد وأعيش في الحب. في مزمور 34 العدد 8 بيقول: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. في الأول كنت أقول طيب كيف يعني ممكن الذوق وتنظر إشي ملموس؟ في الحالتين الذوق والنظر لأشياء ملموسة، لكن فعلا ذوق وأنظر ما أطيب الرب. جرب تعيش معه، جرب تعيش في رضاه ومخافته ومشيئته تتحقق في حياتك، وتشوف حتى فعلا طعم لقمة الأكل بتغير في عيشة بترضي الله من لما تكون عايش في طريقة أخرى. فما ألذ هذا الرب، ما أطيبه في التعامل معي، بشوفه في الناس اللي قدامي. ولك وانظروا ما أطيب الرب، بتصير تشوف الله في أخوك الإنسان، وتشوفه في المسيح يسوع بصورة حلوة، فصور الدنيا بتتغير في عينيك وطعم الأشياء بتتغير فعلا فعلا. يا رب إلا فيك مش رح نقدر، يا رب من فضلك من فضلك تعالوا عيشنا هالآيات اللي بتقول ذوقوا واطلبوا وانظروا ما أطيب الرب. يا رب محتاجين اليوم أنا وإخواني وإخواتي اللي بعاد عنك يا سيدي، اليوم قربنا منك يا رب حتى نقدر نستمد من هذا الحب ونذوق وننظر طيبتك، لأنك إله عظيم وطيب ومحب وديع ومتواضع القلب، لك كل المجد، تبارك اسمك. وكلمات الترنيمة بتقول حبه سباني، حبه سباني ومن موتي أحياني، وامتلك قلبي. تعال تعال ذوق وانظر ما أطيب ربي، تعال ذوق وانظر ما أطيب ربي. آه ما أحلى كلامه، كلامه روح وحياة، من ملا قلبي سلامة، وصار كل المشتهى وكل الأماني. حبه سباني، حبه سباني، سيد لكن خادم، غسل أرجل التلاميذ، اللي اختبر حبه فاهم طعم عشرته لذيذ. هو سيد لكن خادم، وغسل أرجل التلاميذ، ما أعظمك. اللي اختبر حبه فاهم طعم عشرته لذيذ، بأسمى المعاني حبه سباني، حبه سباني. تعالوا نتعلم الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود، ومقام الترنيمة وهزام سيكا المي أو الإي، يعني الإي ارتكاز المقام بيكون على ربع نوت، ربع تون. المقام الثاني اللي في الترنيمة للأبيات هو بياتي، بياتي من درجة الصول أو الجي،
حبه سباني. وامتلك قلبي تعال 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 ذوق وانظر ما أطيب ربي. حب سباني ومن موتي أحياني، حب سباني ومن موتي أحياني، وامتلك قلبي تعال 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 ذوق وانظر ما أطيب ربي. كلامه روح وحياة، من ملا قلبي سلامة صار كل المشتهى. آه ما أحلى كلامه، كلامه روح وحياة، من ملا قلبي سلامة صار كل المشتهى. وكل الأماني حبه سباني، حبه سباني من موتي أحياني، حبه سباني من موتي أحياني، وامتلك قلبي تعال 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 ذوق وانظر ما أطيب ربي. سيد لكن خادم، غسل رجل التلاميذ، اللي اختبر حبه فاهم طعم عشرته لذيذ. سيد لكن خادم، غسل رجل التلاميذ، اللي اختبر حبه فاهم طعم عشرته لذيذ. بس ما المعاني حبه سباني، حبه سباني ومن موتي أحياني، حبه سباني من موتي أحياني، وامتلك قلبي تعال 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 ذوق وانظر ما أطيب ربي، ما أطيب ربي، ما
ما أطيب ما أطيب ما أطيب ربي ما أطيب ما أطيب ما أطيب ربي. وبارك اسمه. بودعكم مع تقسيمة عود في نفس المقام لحد ما أشوفكم الحلقة الجاي بمشيئة الرب. الله يكون معكم وبارك حياتكم. ترنيمة وعود ترجمة